فرنسا تؤدي مونديال محترم يا عماد وكسرت الحفاظ على اللقب وكسرت القاعده التي كانت من قبل الفائز باللقب يخرج في الدور الاول فرنسا ذهبت الى الدور الثاني كاول متاهلين لكن مثلما يقولون الفرنسيين على المنتخبات المغاربيه والافريقيه بانها تكوين فرنسي انا اقول بان الديك الفرنسي اليوم يصيح بحنجره افريقيه صح.